السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل كل شيء نصلي كده على النبي، زيد النبي صلاح، نصلي على النبي كمان مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص يا حبايبي، احنا هنعمل ايه النهاردة؟ احنا كده حوالي كده الساعة 12 بالليل، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اكل للفراخ بتاعتنا البيضة. هنعمل ايه؟ انا ده طماطم مقطعاها وبصل زي ما انتم شايفين كده، وده عيش انا فرقاه، عيش الطابونه ده. طبعا كلنا عندنا العيش الطابونه ده، لما بيبات في الثلاجه بنفركه كده، بيتفرك معانا زي ما انتم شايفين كده صغير. اروح بقى اعمل ايه؟ اخلط حبه علف صغيره على اللي انتم شايفينه ده، وده ايه؟ قشر بطيخه. ابشره بالمبشره دي، ابشره. بعد ما ابشره هو كده هيتبشر، يبقى رفيع. قشر البطيخ ده ابشره على العيش ده على العلف، واروح خلطه في بعضيه كده خلطه جميله، ونحط الفراخ بتاعتنا. انا هبشر قشر البطيخ ده برضه، هرجع اوريه لكم تاني. بصوا حبايبي، انا بشرته زي ما انتم شايفينه كده، بصوا ازاي كله جميل ازاي. على فكره الاختراع ده محدش اخترعه، انا اللي اخترعته. مش هتلاقوا حد على اليوتيوب عمل الطريقه دي غير انا والله جربتها، والفراخ كانت بتاكل فيها يعني الطريقه جميله جدا. فاحنا قشر البطيخ بيبقى كل يوم عندنا قشر بطيخ، ليه خساره نرميه؟ احنا نبشره زي كده ونستفاد منه لفراخنا. والعلف زي ما انتم شايفين اهو، فانا حطيت شويه علف حبه صغيره على الخلطه دي كلها. بصي يا حبايبي، هنقلبها كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني شوفوا شويه عيش، قشرة بطيخه، طمطميه كده صغيره، كل ده يا حبايبي ايه بيزود لنا ايه حجم العلف، وكل ده جميل بيدي طاقه للفراخ، وبتحسوا كده ان انتوا بتغيروا لها، بتنوعوا الفراخ. يعني احنا بننوع لها كده ايه، كل حاجه في البيت موجوده. احنا قشر البطيخ ده كتير مننا بيرميه، بنرميه للطيور. على فكره اي طيور عندنا، فراخ كبيره صغيره مهما كان حجمها او سنها، نبشروا ليها كده والله هيستفادوا بيه. يعني المبشره كلها في البيت، في اي بيت المبشره دي موجوده عندنا، في اي بيت هتلقوا المبشره دي، صح ولا انا غلطانه؟ فاحنا هنا بصي يا حبايبي، احنا هنا على العموم في الصعيد بنخترع اختراعات كتيره ما تخطرش على بال حد، صح؟ فطلوا كده احنا كده يا حبايبي، طلوا احنا كده. بصوا الخلطه عسل ازاي، طلوا شوية علف صغيرين قد كده، يعني في كفة ايدك كده، على رغيفين عيش او ثلاثة نبشر نقطعهم نفركهم بين ايدنا كومبايتين عندنا. وبصوا اهو خلطة زي العسل، نحطها كده وما شاء الله ولا قوة الا بالله، هيجروا عليها. يعني انا هوريكم ازاي هما بياكلوا. بصوا حبايبي، انا حطيت في العلافة زي ما انتم شايفين كده، يا سلام على ام الاختراع. كله طيب عشان الزيت، كله طيب. بصوا واخدين الزيت في بقهم بيجروا بيها عشان تشوفوا يعني الاختراع، اختراع جميل جدا جدا جدا. انا جربته على فكره قبل ما انزله الاول، ليه كده يعني يومين تقريبا مجرباه ليهم، مع العيش المفروك ده وقشر البطيخ وحبه العلف الصغيره دي. بصوا يا حبايبي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بس انتوا جربوا كده قشر البطيخ لو عندكم اي نوع فراخ، وخلطوها على عيش المفروض وكبشة علف صغيرة كده بايدك، بكفش ايدك كده، واخلطيهم على بعض، هتملى لهم العلفتين، هياكلوا فيهم يجي ساعة. احنا نوفر يا حبايبي، نوفر في العلف شوية، لكن مش هنقطع عنهم العلف طبعا، لا احنا هنحط بس ايه يعني نوفر شويه في العلف. العلف غالي زي ما احنا شايفين. انا نزلت لهم كده العلفات اهم بياكلوا ما شاء الله. بس انا حبيت اوريكم وانا حاطه لهم في السقايه دي على فكره شاي،
بليمون، حتى حط لهم معلقه نشا، وحط لهم اللهم صل على النبي شاي وليمون ومعلقه النشا، وملت لهم السقايه اهو عشان نحافظ عليهم يا اولاد من الاسهالات. احنا الحمد لله ما فيش عندنا اسهالات، بس احنا بنعمل ده ايه، وقايه ده، وقايه مش اكتر. يا رب كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم والخلطه دي، ولسه جربوها وانتوا تدعوا لي. على فكره انا مش هبيتهم على كده، انا ياكلوا وانتوا تمام، وقبل ما بنام بغير لهم النشاره دي، بحط لهم غيرها ناشفه، وبطمن عليهم عشان ما يتعبوش مني. يا اولاد الحاجات غاليه والاسعار غاليه، والعلف غالي، والفراخ غاليه، سعر الكتكوت يعني غالي خالص. على العموم انا كنت جايباه على فكره ب 15 جنيه ساعه ما جبته، فمش عارفه والله اسعاره دلوقتي كام، بس برده ب 15 جنيه مش رخيص. ولو هو رخيص العلف اضرب واسعاره كل مرتفعه ازاي. فاستنوني كده بفيديو جديد، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.